اخبار اليوم. معالي اللواء قائد الحرب خالد سعيد محافظ الشرقية، السادة الحضور والضيوف الكرام، عيد العمال هو احتفال للشرف والكرامة، فالعمال دائما كانوا في طليعة الحركة الوطنية، فالعمال هم ركيزة من ركائز المجتمع المصري الذي بنى بسواعده قواعد المجد لمصرنا الحبيبة. مرحبا بكم في منطقة بلبيس الصناعية التي كانت وما زالت قلعة من قلاع الصناعة في الشرقية. ترسى لا يقف ويد تبني ولا تكل ولا تمل من الانتاج والعطاء من اجل تنميه شامله وتقدم ورخاء محافظه الشرقيه. لذا حقوقكم واجبه ان تنفذ، حقوق العمال واجبه ان تنفذ في اطار ما ينص عليه قوانين العمل والدستور المصري، وعلينا توفير كافه السبل لحمايه ورعايه العمال صحيا واجتماعيا وامنيا وماديا، وتوفير الحياه الكريمه للعامل والعمال على تسجيل العقبات والمشاكل التي من وراءها تقف حائلا بين العامل والانتاج. وبدايه نشكر كل الاساتذه الحضور اللي حضرونا من وكيل وزاره القوى العامه الاستاذ خالد المصري، الاستاذ حسام مدير عام السجون الاجتماعي بالشرقيه، السيد العميد احمد الشرطي طبعا مجهوداته كانت مشرفه معانا، سياده الاستاذه سناء مندوب عن وكيل وزاره التضامن، الاستاذ محمد البشاوي مدير عام الاستثمار والشرقيه، واخشى يعني يكون استحد بس طبعا كلكم نورتونا وشرفتونا. ولكن احنا قبل ما نبدا الدروع وبعد الدروع السيد الأستاذ مجدي خليل رئيس مجلس مدينة بلبيس عاطل معدنية. يلا باشا يلا غالي. السيد ماهر عيد عبد الهادي. السيد محمود عبد المنعم غنيم. الدرع مقدم للشركة الشرقية للضفاء الكهربائية ويمثلها السيد رئيس مجلس الإدارة محمد القحطاني أمين صندوق جمعية المستثمرين. فليتفضل. العامل المتميز في الشركة شركة الضفاء الكهربائية سعد ممدوح أحمد الصادق. ممدوح أحمد الصادق. وتقدم شهادة تقديم للشركة الشرقية. خلاص. شركة مصر الحضارة للتقديم والمنتجات الوطنية. ثواني لما دول يخلصوا. ثواني لما تخلص دول. دول. يلا باشا. خلاص يلا. مصر الحضارة والتقديم والمنتجات الورقية الأستاذ سامي نصر الله رئيس مجلس الإدارة. يلا هو مايك خدهم كلهم خلاص. مش منظمين خالص يا جماعة. إبراهيم محمد السيد. إبراهيم محمد السيد. العامل المثالي إبراهيم محمد السيد. يلا باشا. شركة درع مقدم للشركة المصرية السويسرية لتصنيع الأغذية إيجيسي سويس فود أستاذ مختار الجمل. شهادات العامل أحمد رأفت عرابي. العامل إبراهيم أحمد السيد. العاملة فاطمة عبد العزيز طنطاوي الشركة المصرية السويسرية لتصنيع الأغذية. أصريت إن أنا أجي النهاردة عشان طبعاً اللي إحنا افتتحناه النهاردة ده يعني ده بداية على الطريق الصحيح، ولكن مش هو ده اللي مطلوب أكتر من كده بكتير لصالح المنطقة.
اللي مطلوب هنا في المنطقه الصناعيه كتير، وانا لما حطيت ايدي على المشاكل اللي موجوده فيه مطلوب ان هو ان احنا كل الجهود تتضافر عشان المنطقه دي تكون وتبقى منطقه صناعيه على ضرب مدينه العاشر من رمضان كده. البلد النهارده عشان تكون فيها نهضه صناعيه صعب جدا ان الدوله تقدر تقوم ده لوحدها، تعمل ده لوحدها، لازم مشاركه رجال الاعمال. ويمكن النهارده لو حضراتكم شفتوا النهارده الاقتصاديه اللي موجوده في البلد، القطاع الخاص مساهم فيها بدرجه كبيره جدا اكتر من القطاع العام بمراحل. والتوجه ان هذا الموضوع يتم بصوره اكبر عشان يستوعب البطاله اللي موجوده عندنا، لان البطاله دي طالت كل بيت الوقت، واصبحت النهارده مشكله، ومشكله كبيره جدا قد تؤثر على الامن القومي لو فرضت المشكله دي موجوده. لان انا شاب النهارده بتخرج من جامعه، بتخرج من مدرسه، ما بلاقيش عمل النهارده لا في القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص النهارده قادر يتوسع، هيجي لي احباط والانتماء عندي لدولتي بيقل. لان الانتماء ده ما بيتبناش بالكلام بس، بيتبنى النهارده برضه بفعل بيتم لصالح المواطن. اقدر النهارده اكبر ووعي الانتماء داخله من خلال حاجه ملموسه انا اقدر اعملها له. فانا مش هتكلم كتير، انا بس سعيد ان انا موجود معاكم، واسمحوا لي ان انا اهنيكم طبعا بكام مناسبه عدت كده، ليله الاسراء والمعراج، عيد الاخوه المسيحيين، عيد القيامه المجيد، كان فيها قبل كده احتفالات بتاعه سيناء. تمام، كل دي ذكرى طيبه، يا رب يعود علينا الايام بخير واحنا بخير، وبلدنا النهارده في امن وامان واستقرار وازدهار. تمام، وكل واحد فينا النهارده ربنا ينعم عليه بنعمه الصحه والستر، دول اهم حاجه في الدنيا. انا مش هاخد الميكروفون اتكلم، ولكن انا جاي اسمع، واللي بيسمع خير الف مره من اللي بيتكلم عشان نقدر نحل. فالاستاذ عبد الله مشكورا، هنديله الميكروفون وهيعرض علينا ايه المنطقه الاستثماريه ما هنا في البيسبول. سجل عندك ده فارس. طبعا في حضور السيد اللواء حسن سيف، احنا دلوقتي عندنا حاجتين جمال قوي، منطقه بالبيت الصناعيه عندنا مجمع مصالح، مجمع خدمات فاضي من المحافظه. اول حاجه فيها بنبدا فيها عند حضرتك مذكره جبناها اعضاء مجلس اداره الجمعيه، والجمعيه قدرت تتواصل مع البنك الاهلي وجابت منه موافقه انه يعمل بنك اهلي في منطقه البيت الصناعيه، والبنك بعت لسيادتك مذكره بالموافقه على ده حضرتك لسه مديني الوقت الورقه دي. ايوه فندم، وانا اهو نوافق على طول اهو. الله يبارك فيك يا فندم. تمام، هات الورق يا ياسر، لسه اداني الوقت. تعال ماشي يا فندم، ده البنك الاهلي يا جماعه تواصلنا معاه وهيفتح لنا، هياخد الارض المخصصه للبنك في مجمع المصالح وهيبنيها لخدمه الاستثمارات بتاعت المنطقه والفلوس والحاجات دي كلها. استاذ ياسر المندوب البنك، ودي المذكره. الارض دي فين حضرتك؟ مجمع الخدمات يا فندم بتاع حضرتك، مجمع الخدمات اللي في وسط التمرين فدان، لو تشوف الحصه تشوف. متخصصه بنك، يعني شبتك عليك الخريطه، هنا مكتب بريد، هنا بنك، هنا اسعاف، هنا مطافي، هنا مركز شرطه كنا مدينه 600 متر، قالوا لا احنا عايزين 1000 عشان نعمل مركز كبير. حصل فندم حضرتك عايز عزم الترخيصات والكلام ده مركز المدينه مثلا؟ هو المكان اهو. لا المكان مكتب الاستثمار، مكتب الاستثمار يا فندم على طول. مكتب الاستثمار كده خلاص، اتفضل اتفضل. الدفاع المدني بقى سيادة اللواء حسن، احنا طبعا احنا قلنا مركز شرطة مصغر، انتوا حضراتكم قلتوا لا احنا عاوزين المنطقة دي كلها نحفو بها بمركز شرطة كبير، لان المنطقة دي ناقصها انها يبقى فيها مركز شرطة يخدم الادارة. فقلنا المساحة كانت 400 متر. احنا بعتنا، احنا نعمل خطوه استباقيه في ايه؟ قبل ما يبعت لي الرفض ونقعد نجري ورا الرفض. ايوه هات لي بس اللي توافق، انا هدي تليفون اللي هو توحيد اللي بيقى النهارده.
ما نقول له انت وافقت لفلان وعلان. لما اقول له كده في التليفون النهارده واخد حذر انه ما يرفضش. ماشي ربنا يبارك فيك. ايه تاني؟ طبعا اخر طلباتنا وهي فيها طمع شويه وفيها يعني زياده عن اللزوم شويه، ولكن هي حق من حق كل مستثمر قائم في المنطقه. المستثمرين اللي قائمين في المنطقه واللي هم اشتغلوا وعندهم 1000 متر وبيحتاجوا توسع، الحمد لله ربنا هيكرمنا بحضرتك وتقدر تتكلم اللي هو توفيق. في بقى تقسيم كنا احنا كجمعيه وجهنا العنايه له، ال 20 فدان الملاصقه لل 80 فدان لمنطقه بلبيس صناعي. ال 20 فدان دي حضرتك المفروض احنا كنا خدنا قرار فيها اول ما طلعناها، اول ما احنا كجمعيه قلنا في 20 فدان يا جماعه.